يا مكان في قديم زمان، نعود ونرجع لحكاية البارح، حكاية القزان. بعد ما شاعوا اخباره في البلدان وعادوا الملوك يستدعاوه باش يجبد لهم المكشوف يبان، الملك اتسرقت خزنته، جيبولي القزان. في الحين امره باش يجيبوه، كيفاش يدير هذاك القزان؟ اطلب من جلالة السلطان يجيب له 40 كبش ويعطيه في يده 40 يوم. راح جاب مرته ورجع بها للقصر، وعاد في كل ليلة يذبح كبش يشويه وجلده يعلق ورا الباب ويقولها هذا واحد من 40. الليلة الثانية هذا 2 من 40، هذا 3 من 40، هذا 39 من 40. يلقى الباب يطبطب مع حل، قال له أنا هو 40. قزان الفول أبقى حاير، هذا شكون؟ قال له شوف يا قزان، احنا عصابة في 40، وكي سمعنا بسيرتك خفنا، في كل ليلة نبعت واحد منا يحط ودنه يتصنت على الباب، غير يحط ودنه تنطق تقول انت. الأول جاء قال لنا هذا من 40، الثاني قال الثاني من 40، كذبتهم. كي وصلت ل39 البارح، اليوم أما عاجي تقول هذا 40 عرفتك عليا. الصندوق راه هنا بصح ما تفتحناش باش روسنا ما يطيروش. قزان الفول شاف معاه، معليش مانيش راح نفضحكم، روحوا هذيك الخزنة احفروا لها في الغابة وحطوها، وانا بلاصتها علموها، وانا غدوة كينجي راح نشوف ونقولهم البلايص الكل يحفروها حتى ننتح فيها. كي ما كانش راحوا للغابة تحت شجرة دفنوها وعلموها. الصباح السلطان ادى الحاشية تاعو وراح للغابة كيما امرهم قزان الفول، عاد يأمر وينام، بصح ما على بالوش باللي رقبته كانت تحت سيف السلطان، ورغم هذا كان رايح بكل ثقة. لما وصلوا أبداو احفروا لي هنا احفروا لي ليه، زيدوا حفروا تشوفوا هنا. السلطان بدا يتقلق، قال له يا قزان، راك تعقب بينا في الوقت، اليوم راسك يطير. انطق القزان، بعقلك يا جلالة السلطان، الصندوق تاعك راه غير هنا، واش بيك مقلق؟ اليوم يبان. السلطان حار، حد راه يهضر ماهوش خايف، ما على بالوش بلي راهو يهضر مع جلالة السلطان. الشجرة الأخرى أما حفرو الصندوق بان. السلطان حار،
الصندوق رجع لي وحاجة ما هي خاصة منه. هذا قزان وعليه الكلام، أغناه ورجعوا أغنى واحد في هذيك البلاد، وبعته وروح بيه بمرته بالجلالة. فاتوا يامات والقزان ما خداش العبرة، ومازال يقزن على الناس، بصح ما على بالوش بلي هاد الخطرة راح يطيح بين يدين سلطان. يشاور غير السيف، أبعتهم جابوه، قال له شوف يا قزان، أنا عندي مشكل، القاضي اللي نجيبه للبلاد أنقول له أحكم بيني وبين مرتي، حاب نطلقها. قال له ما يعرفش الظالم إلا أنا ولا هي، ويروح ضحية راسه في الحين يطير. نتمنى ما تكونش كيفهم خير. أبدا قزان الفول يترعد، كيفاه راح ندير؟ شاف مع السلطان وقال له يا جلالة السلطان، أعطيني في يدي 3 أيام خير. هادوك 3 أيام أكلا فيهم، أسهر فيهم، وتمتع بكل خير. النهار الرابع وقف قدام السلطان والسيف محطوط على الكم. شف معاه السلطان يدرى، لقيت لي حل؟ شكون الظالم، انا ولا السلطان؟ قال له وش راح نقول لك يا جلالة السلطان، لو كان مجرادة ما يحصل عصفور. السلطان تخلع، يو قال له انت قزان وعليك الكلام، كيفاش فقت؟ القزان تخلع، قال له فقت يا جلالة السلطان، ما تنساش أنا راني قزان. قال له والله يا قزان الوحيد اللي قدر يكشف سرنا، أنا نعاير مرتي نعيط لها جرادة، وهي تعايرني وتعيط لي عصفور. قال له شفت، قلت لك أنا قزان. وهذاك القزان كانوا رجليه يترعدوا من الخوف، وقال هذا الكلام على خاطر مرته يعايرها يعيط لها جرادة، وهي على التزفار تعيط له عصفور. في حسابه لو ما جرادة مرته ما يحصل عصفور، اللي هو راهو راسه راح يطير بسبب هذا التقزان. سبحان الله، زاد منعه هذه المرة، أغناه السلطان بالذهب الجوهر والفضة، وقرر باش يروح ويحبس التقزان في الحين، وكمل حياته هو ومرته فرحانين. بسلامة نبقيكم، تصبحوا على خير، غدوة في نفس المكان ونفس الوقت نلاقيكم. شفت 3 بنات في وسط الدار، الأولى قالت زهري محبوب، والثانية قالت زهري مكتوب،
والثالثة جميلة قالت زهري مع المحبوب، وأنا خيرت دعوة الخير تشفع فيا وتنحيلي الذنوب. تصبحوا على خير.